وين حقوق الإنسان؟ هاي اللي بس اللي عم نطالب فيها، والله منا نبكي. المعاناة تطارد الفلسطينيين أينما ذهبوا، فالمآسي لا تقتصر على اللي بقيوا بفلسطين، بل كمان اللاجئين الموجودين بلبنان من 75 عام واللي أوضاعهم تدهورت بشدة، خصوصاً بعد توقف دعم الأونروا. فكيف يعيش الفلسطينيون داخل المخيمات هنا في لبنان؟ كنا حوالي 14 أو 15 ألف نسمة، اليوم أصبحنا فوق 35 ألف نسمة بوجود النزوح السوري إلى مخيمنا. وهاي الحياة إحنا صارت عنا عبء. ليش؟ عبء كهرباء، عبء المي، عبء الحياة اللي إحنا عايشينها كلها. ميتنا إحنا مالحة، مالحة وكلسية، يعني لا تنشرب ولا حتى للتحميم ولا لأي شيء، لكن عم نستعملها مضطرين إلى 10 سنوات أو أكثر شوي. لحد اليوم نصعق عنا حوالي 80 شاب راحوا صعق بالكهرباء من نتيجة الفوضى اللي انت شايفيتها، ونتيجة ما في نظام تنظيم للكهرباء ولا المي ولا شيء. نبكي على الأعجز، على الأطفال، على الشباب اللي ما عم بتلاقي شغل، قاعدة بتتعلم، منكافح نتعلم. أنا إنسانة متعلمة، أنا مخلصة جامعة، أنا عم بطلع قوت يومي لعيش عيلتين إذا مش ثلاثة من معاش قليل. هكذا يختصر اللاجئ الفلسطيني المعاناة اللي عايشينها هون بمخيم برج البراجنة، وخصوصاً أنه أدنى مقومات الحياة غير موجودة. والأخير لازم تعرف أنه أحدث إحصاءات الأمم المتحدة بتقول أنه أكثر من 80% من اللاجئين الفلسطينيين بلبنان أصبحوا تحت خط الفقر، وهيدا النسبة مهددة بالارتفاع مع غياب أي نية أو خطة للمساعدة.